ايوه بس يركزوا، اهم حاجه يجيبوا لنا السوبر عشان يعوضونا عن السوبر اللي خسرناه. لازم السوبر ده يجي بكره ان شاء الله. توفيق على الحلوه والمره، معايا على المره قبل الحلوه كمان. احنا كلنا الثقه في رجالتنا في لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله يعوضونا. وقالوا لهم الاعتذار الوحيد للجماهير اللي مطلوب منكم الكاس، ولا بديل عن الكاس. لازم اللعيبه يبقى عندها روح ان هي لازم تجيب البطوله دي عشان تعوض البطوله اللي فاتت، ولا بديل عن السوبر، لان احنا زي ما انت شايف في كل مكان ورا الاهلي، ورا الاهلي مش ورا حد تاني. واثق طبعا من لعيبه الاهلي، واثق من الجهاز الفني للنادي الاهلي. في الماتشات الصعبه والماتشات الكبيره معودنا ما بيروحناش زعلانين. احنا بنقول للعيبه اعملوا اللي عليكم في الملعب، واحنا هنعمل اللي علينا، وفي ظهركم في قلب الملعب وفي اي مكان. انتوا عارفين ان احنا في ظهركم، وبنقدر اي ظروف اي ضربات. بننسى اللي فات، نركز في اللي جاي. داخلين على موسم كبير، موسم فيه ضغط، احنا مقدرين ده. فاحنا واثقين فيكم، وعلى الحلوه والمره معاكم ان شاء الله. يلعبوا بالروح طبعا، لان الجمهور ده كله بيساندهم عشان خاطر احنا نحتفل بالبطوله دي. والرساله الاخيره للاعبين كلها سواء اهلي وزمالك، ان احنا نخرج بالصوره يعني مشرفه لمصر كلها. السوبر يا اهلي ان شاء الله بيكون بين ايدينا، ما عايزين تفرحونا كلنا. جمهور الاهلي مستنيكم في الاستاد بكره ان شاء الله، بيشجعكم من الاول للاخر.